النهاردة هناخد بإيدك في رحلة، مش عشان نخوفك، احنا في الأصل موجودين عشان نطمنك ونقولك على الصح تتصرف ازاي لو حصل حاجة لقدر الله. النهاردة هكلمك عن النزيف مع الحمل، تعملي معاه ايه؟ انا دكتور احمد بدر الدين. في الأول تعالي نتعرف مع بعض على بعض الأسباب عشان تتجنبيها. أولا لازم تعرفي إن 25% من السيدات الحوامل ممكن يحصل لهم نزيف أثناء الحمل، وخصوصا في الثلث الأول من الحمل. واحد من أسباب النزيف دي هو انغماس الجنين في بطانة الرحم، بيكون هنا عبارة عن بعض نقط الدم أو البقع الصغيرة، والنقط دي مفيش أي داعي للقلق منها. تاني سبب للنزيف في الحمل هو يكون الحمل خارج الرحم، وده بيحصل لو البويضة الملقحة انغمست خارج الرحم، واللي عادة بتكون في قناة فلو، وده بيكون خطر، مش ممكن الحمل ده يكمل ولازم يكون في تدخل طبي. من أسباب النزيف أو نزول الدم أثناء الحمل هو يكون نوع من أنواع الإجهاض لقدر الله، اللي بيكون مصحوب بنزيف، وخصوصا لو قبل الاسبوع ال 24 من الحمل. ممكن برضو النزيف في اول الحمل يكون بسبب عدوى او اختلالات هرمونيه او تشوهات في عنق الرحم او الرحم. لازم اي نقط او نزيف او دم بنرجع فيه للدكتور مباشره عشان نطمن. اي سؤال عندك او استفسار سيبيه تحت وهرد عليه بنفسي.